وساطة عمانية تنجح في كشف مصير اللواء الصبيحي. لماذا الصبيحي فقط دون قحطان وناصر وبقية المختطفين؟ هل تسمح ميليشيا الحوثي لملف المختطفين أن يحرز تقدماً خلال الفترة القادمة؟ أهلاً بكم. قال التلفزيون العماني الرسمي إن وساطة عمانية نجحت في كشف مصير وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والسماح لأهله بالتواصل معه. يقبع في سجون الحوثيين آلاف المختطفين السياسيين، بينهم 9 صحفيين وقيادات سياسية، أبرزهم الصبيحي وقحطان وناصر منصور. ويحاط ملف المختطفين بتعقيدات كثيرة وكبيرة، إذ كان في أكثر من جولة مشاورات الملف الذي يفترض به أن يكون خطوة بناء للثقة، لكن ميليشيا الحوثي أخلت بهذه الاتفاقات في أكثر من جولة. هل لا يزال قحطان على قيد الحياة؟ لماذا لم يتم الكشف عن مصيره ومصير شقيق الرئيس ناصر منصور اللذين ورد أسماؤهما في القرار الأممي 22/16؟ ولماذا لم تتم صفقة تبادل جميع المختطفين من جميع الأطراف وإنهاء أزمة إنسانية تكوي أفئدة الأهالي خارج القضبان؟ فقد تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المعنية في صنعاء بشأن وضع اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني والسماح له بالتواصل مع ذويه. وساطة عمانية تنجح في الكشف عن مصير وزير الدفاع محمود الصبيحي والسماح له بالتواصل مع أسرته. تطور جديد في ملف المختطفين السياسيين لدى ميليشيا الحوثي. هذا التطور لا يعرف عنه أي تفاصيل، ولماذا لم يشمل أسماء مختطفين آخرين في سجون الحوثيين اقترنت بالصبيحي كمحمد قحطان وناصر منصور. ملف المختطفين ملف مثخن بالآلام ومحاط بالتعقيد والكتمان الشديد، وهو ملف كان قد أعلن المبعوث الأممي أنه ضمن أولويات المشاورات التي كان من المزمع انعقادها في جنيف في سبتمبر الماضي. أكثر من مرة صرحت قيادات في ميليشيا الحوثي استعدادها الإفراج عن جميع المختطفين لديها، لكن سرعان ما يتبخر هذا الاستعداد عندما تبدأ الخطوات الفعلية. تكتم الحوثيين التام عن مصير قحطان وناصر منصور أيضا مؤشر على أن الحوثيين لا يسعون إلى حل الملف وإنهاء معاناة آلاف الأمهات التي تعبنا من الوقوف على أبواب السجون. وساطة عمانية أيضا نجحت قبل أيام في عقد صفقة مع ميليشيا الحوثي بالإفراج عن 2 من أبناء المخلوع صالح، فيما تداولت أنباء عن دفع أسرة صالح مبالغ كبيرة مقابل هذه الصفقة. ولكن السؤال، لماذا تنجح المساعي العمانية في هذا الملف وتفشل المساعي الأممية والدولية؟ اليوم في صنعاء أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف مجموعة من الصحفيين بسبب إقامتهم فعالية تدعو إلى مواجهة التحريض على العنف في وسائل الإعلام. لم يتأخر ذلك العنف حيث هاجمت الميليشيا القاعة واقتادت عددا من الصحفيين لمقر الأمن القومي وأفرجت عنهم باستثناء الصحفيين أشرف الريفي وعادل عبد المغني، فضلا عن 9 صحفيين تختطفهم الميليشيا منذ 4 سنوات. رابطة أمهات المختطفين، وهي رابطة محلية تشكلت من أجل إيصال أصوات المخفيين خلف القضبان، طالبت في أكثر من بيان بإطلاق جميع المختطفين من سجون جميع الأطراف، لكن يبدو أن ملف المختطفين أكثر تعقيداً من صفقات التبادل الموسمية وجهود المبعوث الأممية. ولمناقشة هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث دكتور عادل دشيلة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور. أهلا بك دكتور. ملف المختطفين، أين هذا الملف برأيك من القرارات الأممية والوسطاء المحليين والدوليين؟ أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. هذا الملف هو يعتبر ملف شائك بالنسبة للشرعية اليمنية وبالنسبة للميليشيات الإنقلابية، وفشلت الأمم المتحدة في إطلاق يعني كثير من السجناء ومنهم يعني وزير الدفاع الذي لا زال، وكشفت عنهم جماعة الحوثي اليوم أنهم لا زال متواجد وأنه لا زال حي. فشلت الأمم المتحدة وفشلت أيضا فشل المبعوث الدولي السابق ثم الأول والثاني والآن فشل المبعوث الدولي الثالث. نحن نتعامل مع ميليشيات مسلحة
وهذه الميليشيات ينبغي أن نقرأ سيكولوجيا هذه الميليشيات جيدا، وهي ورثة الرهائن ما يسمى بهوستيج سيستم، يعني نظام الرهائن من الإمامة، وكانت يعني كان النظام الرهائن يمثل واحد من أبشع الابتزاز السياسي أو العنف السياسي في عهد الأئمة، في عهد الإمام يحيى وفي عهد الإمام أحمد. وقد رأينا في 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 على مدى التاريخ يعني في القرن الماضي عندما قامت الثورة اليمنية من أبناء القبائل قاموا بسبب يعني نظام الرهائن الذي كان يعني يقوم به الإمام، وقاموا بثورة ضد الإمامة. نحن اليوم نتعامل مع ميليشيا مسلحة لا تؤمن إلا بالابتزاز السياسي، وعندما تكشف اليوم عن وزير الدفاع اليمني يعني بعد 3 سنوات معنى أن هناك ابتزاز سياسي، وأنها تهدف يعني لخطوات أمام المجتمع الدولي، وتريد يعني ابتزاز دول الإقليم، وتريد أيضا ابتزاز الشرعية اليمنية. ونحن نحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، ونطالبها بأن تحترم القانون الدولي وأن تحترم دستور الجمهورية اليمنية. هناك القوانين الدولية تقول نحن نأسف عندما نرى الأمم المتحدة ولا زالت تعمل الآن في العاصمة اليمنية صنعاء المنظمة الدولية، ولم تطالب جماعة الحوثي بأن تقوم بإطلاق هؤلاء السجناء. أين الأمم المتحدة من القرارات الدولية؟ أي نحن من القرارات التي تؤكد على حق الإنسان في العيش وعلى احترام رأيه وعلى احترام السجناء؟ لدينا قرارات يعني دولية في 1948، في 1966 الميثاق العالمي لحقوق السجناء، وما وأيضا القانون الأمريكي والأوروبي والأفريقي، كلها قوانين تحرم يعني الإخفاء القسري وتؤكد على حق الإنسان في العيش والتواصل مع أهله بغض النظر عن الجرائم السياسية أو ما شابه ذلك. لكن جماعة الحوثي ضربت بكل القرارات الدولية عرض الحائط، ولا تؤمن لا بحق السجناء ولا بحرية الرأي ولا بالرأي الآخر. وأنا أؤكد من هذا المنبر أن الكشف عن الصبيحي هو عملية ابتزاز من قبل ميليشيا مسلحة، ونحن نعرف الميليشيات المسلحة الأخرى، على سبيل المثال تنظيم القاعدة يعني، وأيضا الميليشيات التابعة لداعش تقوم يعني باختطاف بعض الأسرى، ثم بعد ذلك تراوغ مع الأمريكان ومع كذا حتى تقوم بابتزازهم سياسيا وماليا. إذا جماعة الحوثي تريد من هذا، بعد أن نجحت في الصفقة الأولى من إطلاق سراح أبناء الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، اليوم تريد يعني ابتزاز الشرعية اليمنية وابتزاز أسرة وزير الدفاع اليمني. نعم، إذن يعني رغم كل النداءات بالإفراج عن السجناء وكل اللجان المشكلة في السابق، نجد أيضا أن هذا الصوت خفت بشكل واضح، يعني لم يعد الملف قوي في طرحه، لم يعد الملف رغم يعني مأساة هذا الملف وما يترتب عليه من حقوق إنسانية واسعة، يفترض أن يكون ملف قوي لدى الشرعية للمطالبة بحقوق كل هؤلاء. برأيك لما خفت يعني صوت المطالبة بالإفراج عنهم؟ أولا الشرعية فشلت فشلا ذريعا في الضغط على الأمم المتحدة بأن تضغط على جماعة الحوثي، وفشلت يعني في كشف الجرائم التي انتهكها جماعة الحوثي في السجون. لدينا أكثر من 14,000 سجين داخل سجون جماعة الحوثي، ولدينا أكثر من 18 سجن سري لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن، ولدينا أكثر من 213 سجن يعني سري لجماعة الحوثي في المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، ولدينا أكثر من 960 حالة يعني تعذيب في جماعة يعني داخل السجون الحوثية، ولدينا أكثر من 3,000 يعني مختطف قسريا بدون يعني أي لم يرتكبوا أي جريمة سياسية أو أي جريمة أخرى. وبالتالي الشرعية اليمنية أصبحت، نحن لابد أن نعرف جيدا أختي الكريمة، الشرعية اليمنية أصبحت مرتهنة للخارج وليس بيدها القرار، لم تستطيع أن تتحرك على المستوى الدولي ولا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي، هي منزوعة السيادة. يمكن أن نشبه الشرعية اليمنية بأنها تشبه شرعية أبو مازن في المقاطعة في رام الله، أي أنها دولة منزوعة السيادة ومنزوعة القرار ومنزوعة التحرك، لا تستطيع أن تحرك هذا الملف. هذا الملف هو إنساني يعني بالدرجة الأولى، هو إنساني بالدرجة الأولى. هناك أمهات فقدن أبنائهن وأزواجهن، هناك يعني هناك أطفال، هناك يتامى لا زالوا حتى اللحظة. يعني أسرة محمد قحطان ذلك السياسي البارع الذي كان يحاور جماعة الحوثي والذي رفض أن تكون جماعة الحوثي أن تعامل يعني ميليشيا مسلحة، وإنما قال ينبغي أن نشركها في الحوار السياسي وينبغي أن نعترف بجماعة الحوثي، كان هذا هو مصير محمد قحطان ذلك الرجل البارع الذي زار الحوثي لأكثر من مرة إلى صعدة، ليس خوفا من جماعة الحوثي ولكن حبا في يعني فيها كي تصبح يعني في صالح المجتمع، كي تصبح جزء من النسيج المجتمعي اليمني. لكن جماعة الحوثي أبد. إذا نحن أمام ميليشيا مسلحة تضرب بكل العادات والتقاليد اليمنية عرض الحائط، ولا تحترم القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، ولا تحترم حتى الشريعة الإسلامية التي تحرم ذلك وتجرمه. نعم، إذن ينضم معنا عبر الهاتف السيد مأرب الورد الصحفي من ماليزيا. مساء الخير أستاذ مأرب. مساء النور، مرحبا فيك أستاذ آسيا وكل الأخوة المشاهدين. أهلا بك أستاذ مأرب. وساطة عمانية تكشف ضمنا عن مصير وزير الدفاع الصبيحي والسماح له بالتواصل مع
ذويه، يعني كيف تقرأ هذا الخبر؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أعلق على نقطة معينة. تفضل. وهي أنه إذا كان اللواء محمود الصبيحي استغرق لمدة 3 سنوات ونصف حتى يعرف أهله مصيره ويتأكدون هل هو ما زال على قيد الحياة أم لا، فكم سيستغرق الأستاذ محمد قحطان من الوقت حتى يعرف أهله مصيره وهو أكثر غموضا ولا يعرف عنه أي معلومات وقد مضى على اختطافه أكثر من 4 سنوات؟ وهذا يوحي للرأي العام كله أن جماعة الحوثي لا يمكن أن تقبل بالسلام، وإذا كانت لم تمكن أسير أو مختطف من أبسط حقوقها الإنسانية فكيف ستتنازل عن سلاح السلاح الذي أوصلها إلى السلطة أو أن تنسحب من المحافظات؟ هذا يفترض أن يكون أمام المبعوث الأممي وأن يكون أكثر واقعية منه من بعث رسائل وهمية من الأمل الذي هو لا يوجد أي ما يسند على أرض الواقع. عمان تقوم بدور طيب ومقدر في إطار دعم جهود التسوية الذي ترعاها الأمم المتحدة، والأمم المتحدة بحاجة لوسيط أو دور مساعد يقوم بتسهيل مهام مبعوثها إلى اليمن، ولا يوجد أفضل من سلطنة عمان. إذا ما عدنا للوراء قليلا سنجد أن المبعوث الأممي السابق فشل في تحقيق اختراق أو تقدم في خطوات بناء الثقة وهي البسيطة، ونتحدث عن الملف الإنساني، إيصال المساعدات أو الإفراج عن بضعة مختطفين. نعم. ولدى الشيخ لم يستطع أن يقابل اللواء محمود الصبيحي، ولم يسمح لها الحوثيين بالحصول على أي معلومات عن هؤلاء المختطفين، وهم 3 فقط، يعني لم يطلب أكثر من هؤلاء. المبعوث الحالي قريفث هو الآخر لم يستطع أن يقدم أي حلحلة في إطار هذا الملف، وهو ملف المختطفين الذي هو إنساني يفترض أن يكون فيه التقدم أكثر احتمالا من غيره من المسار السياسي. نعم. وبالتالي فإن سلطنة عمان تستطيع أن تلعب دور أكثر إيجابي في حلحلة خطوات مناسقة مثل الإفراج، تسهيل الإفراج عن المختطفين والأسرى، وما قامت به في الفترة الماضية من الإفراج عن أبناء صالح وأقاربه، وحاليا ما تم الإعلان عليها اليوم بشأن تمكين اللواء محمود الصبيحي من التواصل مع ذويه، خطوة تؤكد أن سلطنة عمان أكثر قدرة على لعب دور من هذا النوع. نعم. إذا كيف نقرأ دلالة هذا التوقيت تحديدا، يعني مسألة خروج خبر عن الصبيحي والوساطة العمانية، هل له من دلالة؟ إذا كان هناك من دلالة فهي ربطها بالسياق العام الذي يأتي في إطار جهود سلطنة عمان في المسار الإنساني. نعم. وهو الذي خلال الفترة الماضية تكلل بالإفراج عن أبناء صالح وأبناء أخيه أو أقاربه، وهؤلاء الأشخاص لم يكن أحد يتوقع أن جماعة الحوثي ستفرج عنهم بهذه السهولة، وربما هناك تفاصيل في الصفقة لا نعرف طبيعتها ولم يعلن عنها، لكن بغض النظر عن ذلك فقد نجحت سلطنة عمان في الإخراج عن هؤلاء، وهم الآن يتمتعون بكامل حريتهم. واليوم يتم الإعلان عن خطوة متقدمة في هذا الإطار، وهي أنه بات بإمكان اللواء محمود الصبيحي التواصل مع ذويه، وفي حال حصل ذلك سيكون هذا أول دليل ملموس ومعروف على أن الرجل ما يزال على قيد الحياة، مع أنه كانت هناك تقارير تتحدث أن الرجل بالفعل لا يزال على قيد الحياة، ولكن لم يكن هناك أي دليل، خاصة أنه لا يوجد أي تواصل بين أسرته وهو في المختطف. وبالتالي فإن دلالة التوقيت يتزامن مع الجهود، إحياء الجهود الذي يحاول المبعوث الأممي أن يقوم بها تمهيدا لاستئناف جولة المشاورات الذي فشلت في جنيف، وحاليا ستعقد جولة مشاورات الشهر القادم ربما في دولة أوروبية، وبالتالي مثل هذه الخطوة سوف تساعد لحلحلة خطوات بناء الثقة الذي كان يفترض أن تتم قبل استئناف أي جولة مشاورات. نعم. إذا يعني ملف المختطفين أستاذ مأرب برأيك بيد من؟ يعني إذا كانت الحكومة تجد أن سلطنة عمان قادرة على مثل هذه المفاوضات ومثل هذه الوساطة، لما لا يتم الحديث عن بقية المختطفين أيضا؟ يعني نحن يعني نطرح سؤال، إذا كان هذا الملف لم تستطع أن تقدم له شيء الحكومة اليمنية أو الشرعية اليمنية، فهو بيد من إذن؟
من خلال المتابعة تتحمل جماعة الحوثية المسؤولية الأكبر في عدم الإفراج عن المختطفين، لأنه كما أسلفت في إجابتي الأولى جماعة الحوثي إذا رفضت الإفصاح عن المعلومة بسيطة، وهي هل محمود الصبيحي على سبيل المثال ما يزال على قيد الحياة أو لا، أبسط حقوق أي أسير أو سجين في العالم أيا كانت حتى تهمته يفترض أن يتمتع بحقوق أساسية، منها السماح له بالتواصل مع أسرته أو أسرته بزيارته، وهذا ليس متوفرا، ليس موجودا عند جماعة الحوثي، وبالتالي هذا يكشف لنا الطبيعة الفاشية الذي يحكم سلوك هذا الجماعة. الحكومة بالتأكيد هي مقصرة في هذا الجانب، لكن هي تصطدم برفض جماعة الحوثي واشتراطاتها التعجيزية، حتى أنه في كثير من المرات يتم أحيانا التوصل إلى تفاهم معين حول الإخراج بعض الأسرى وإبرام صفقة تبادل، فيكتشف في الأخير أن جماعة الحوثي لم تكن جادة، وإنما كان هدفها من هذا التواصل التأكد ما إذا كان هذا الاسم الفلاني أو ذاك موجودا لدى المقاومة والجيش الوطني والحكومة أو لا، وعندما تتأكد أنه موجود أو غير موجود، يعني تتأكد عن معلومة قطعية ترفض وتوجد مبرر ليس منطقي. نعم. عمان يمكن أن تلعب هذا الدور، لكن هي بحاجة إلى معاونة الأطراف الأخرى، بمعنى الحكومة يفترض هي أن تطلب مساعدة عمان في هذا الملف، وعمان بدورها لديها تأثير إيجابي على الحوثيين، والمبعوث العمومي هو قد تواصل مع عمان في طلب دورها ومساعدتها في جهوده، وهي تقوم بهذا الإطار. التحالف معني هو الآخر بأن يتخلى عن بعض هواجسه بشان أي دور إيجابي لعمان في اليمن، لأنه في الأخير عمان لا يمكن أن تتحرك من تلقاء نفسها إلا بناء على دعوات أو طلبات من مختلف الأطراف المعنية، لأن عمان هي تقوم بدور مساعد وليس دور أساسي، الدور الأساسي هو الوسيط الأممي، وعمان يمكن أن تساعده بهذا الإطار. فعمان هي لديها استعداد وقدرة للعب دور إيجابي نظرا لتمتعها بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف الصراع المحليين الشرعية والحوثيين والإقليميين السعودية وإيران، وكما نعلم سلطنة عمان هي ليست عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها في نفس الوقت تعترف بشرعية الرئيس هادي، وبالتالي فهي إلى حد ما تتبنى سياسة أكثر توازنا وحياد إيجابي في التعاطي مع الأزمة اليمنية. إذن شكرا جزيلا لك الصحفي مأرب الورد، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني مثل هذه الوساطة العمانية التي لم يعني تستخدمها شرعية بشكل أو بآخر لكثير من المختطفين، يعني وجدنا كيف تم الإفراج عن أقارب صالح، وجدنا أيضا الآن سعي عمان في التواصل الصبيحي بعائلته، إذا لماذا لا تستخدم عمان كوسيط حقيقي لأجل المختطفين؟ أولا لا ننسى بأن هناك صراع إماراتي عماني في اليمن، وتعرقل دولة الإمارات العربية المتحدة أي دور لسلطنة عمان وتضغط على الحكومة الشرعية، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع. وكانت في الوقت في وقت سابق قامت الإمارات بدعم ميليشيات مسلحة في محافظة المهرة لتهديد الأمن القومي لسلطنة عمان. سلطنة عمان لها دور مشرف بالنسبة للوساطة، وقد رأينا كيف ضغطت على جماعة الحوثي في العام 2014، وكيف كان مندوب السلطان قابوس بن سعيد ينقل رسائل بين النظام الإيراني وجماعة الحوثي، وهو من ساعد على يعني توقيع اتفاق السلم والشراكة مبعوث السلطان قابوس بن سعيد. ايضا سلطنه عمان لديها السياسه الناعمه، وقد نجحت يعني في 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 عقد اتفاق ما بين ايران والدول الكبرى الخمسه زائد واحد، وهي مستعده لان تلعب دورا اكثر من ذلك، ولا زالت يعني على مسافه، يعني وان قل لم تكن على مسافه واحده من الجميع، لانها فتحت ابوابها لجماعه الحوثي وايضا لبعض انصار الرئيس الراحل صالح. لكن في المقابل هي لم تبدي أي يعني موقف سلبي أو موقف سلبي تجاه الشرعية اليمنية، لا زالت تعترف بالشرعية اليمنية وتؤكد بأنها تقف إلى جانب الشعب اليمني وتفتح يعني أبوابها للمواطن اليمني وفتحت منافذها البرية والبحرية والجوية. إذن
ينبغي على الشرعية اليمنية أن تقوم يعني أن تطلب من سلطنة عمان الدعم والمساعدة، وأنا متأكد بأن سلطنة عمان ستقوم بلعب دور أكبر ومن خلال يعني علاقتها الجيدة مع جماعة الحوثي، وهناك يعني الوفد المفاوض لجماعة الحوثي وأغلب يعني الجناح السياسي للحركة الميليشياوية المتمردة الإنقلابية متواجد في سلطنة عمان. نحن نطالب الحكومة الشرعية من هذا المنبر بأن تطلب من سلطنة عمان التدخل في هذا الملف باعتباره ملف إنساني بالدرجة الأولى، وإذا يعني ونطالب من التحالف العربي أن يكف أن يساعد الحكومة الشرعية وأن يساعد سلطنة عمان. نحن نعرف كما قلت لك بأن هناك صراع إماراتي عماني في المنطقة، وسلطنة عمان الآن قامت يعني بتعزيز أمنها القومي في الحدود في غرب يعني حدودها أي مع اليمن في شرق اليمن، وأيضا الآن الدولة سلطنة عمان هي من تساعد المبعوث الدولي ليقوم يعني بمشاورات سرية مع جماعة الحوثي، وهناك اجتماعات سرية يعني مع جماعة الحوثي في مسقط، وأيضا ما بين المبعوث الدولي وجماعة الحوثي في مسقط. ما أريد أن أؤكده يعني بالمجمل بأن سلطنة عمان تستطيع يعني في حال وجدت لها الفرصة المناسبة وقبلت جميع أطراف الصراع الإقليمي والمحلي أن تتدخل، فأنا متأكد باستطاعتها أن تقوم يعني بعقد اتفاق تاريخي بين جماعة الحوثي والشرعية اليمنية والمصالح السياسية، وهما نطالب به أيضا بين كافة أطراف العمل السياسي، لكن في حالة واحدة إذا وافقت أطراف الصراع وعلى وجه التحديد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للنظام الإيراني فأنا متأكد بأنه في الأخير سيرضخ يعني للشروط سلطنة عمان حفاظا على مصالحها القومية وعلى علاقتها الاستراتيجية مع سلطنة عمان باعتبارها يعني هي من تشرف على بحر عمان ولديها علاقات تاريخية مع إيران، وأيضا لا ننسى الروابط المذهبية ما بين المذهب الإباضي والمذهب الشيعي في إيران وأيضا المذهب الزيدي في شمال اليمن. إذن سلطنة عمان الآن هي تقول أنا مستعد أن أفتح الأبواب لجميع الفرقاء، ولكن لم تلق حتى اللحظة لم يعني تستقبل أي إشارة من التحالف العربي ويعني أن يفتحوا لها المجال بأن تقوم بدورها، وللأسف الشديد هي الآن أصبح دورها يعني في المجال الإنساني. ولكن عندما نتأكد أنا متأكد أنه اليوم من خلال يعني إعلانها بأنها يعني قامت يعني بالتواصل مع جماعة الحوثي وسمحوا للوزير الدفاع اليمني يعني بالتواصل مع أسرته، بأن هناك يعني كانت يعني مناشدات شخصية من أبناء جنوب اليمن أو من أبناء منطقة الصبيحي لسلطنة عمان، لأن هناك مكتب، نحن نعرف مكتب السلطان قابوس بن سعيد في مسقط، وهذا المكتب مفتوح لأبناء الشعب اليمني خاصة للشخصيات السياسية، يستقبل مشايخ من أبناء اليمن ويستقبل أيضا يعني جماعة الحوثي، وهو مكتب السلطان قابوس بن سعيد. وأيضا عندما طلب الأبناء الرئيس الراحل يعني أحمد علي عبد الله الصالح والجناح الجناح صالح المؤتمر الشعبي العام طلبوا من سلطنة عمان أن تتدخل، وكانت هناك شخصيات سياسية في مسقط طلبت من مكتب السلطان قابوس بن سعيد أن يتدخل في فك يعني أن يطلقوا سراح أبناء الرئيس الراحل، وتدخل سلطنة عمان ونجحت في هذا الملف. نعم، إذن يعني لو عدنا لمسألة استخدام هؤلاء المختطفين كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية دكتور، يعني هناك من يجدها أنها سياسة إمامية قديمة، هل يمكن قراءتها على ذات النسق؟ طبعا أختي الكريمة نحن نعرف أن نظام الرهائن هو متجذر في تاريخ الحركة السياسية الهاشمية الزيدية منذ القدم، فعندما يعني عندما كان هناك صراع ما بين الإمامة وبين الأتراك يعني في القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع عشر، كانت الإمامة تسعى يعني لابتزاز الأتراك وعلمت الأتراك أيضا أسلوب الرهائن، علمت الأتراك، وعندما جاء اتفاق دعان في العام 1918 أي بعد الحرب العالمية الأولى واستلمت مملكة الإمام يحيى استلم السلطة من الأتراك في 1918 في العاصمة اليمنية صنعاء، وأراد أن يرغم القبائل كي يقبلوا بمذهبه الزيدي وكي يقبلوا بفكره وكي يقبلوا يعني بأن يكون سيدا عليهم، كان يقوم بابتزاز القبائل ويقوم بسجن بعض شيوخ القبائل أو أبنائهم أو أبنائهم. وقد قرأنا رواية للرهينة لكاتب يمني واسمه زيد مطيع دماج، وأيضا أبناء القبائل عندما كانوا يعني كان يقوم الإمام يعني بسجنهم سواء كان في قلعة القاهرة في 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 حجة أو سواء أكان في العاصمة اليمنية صنعاء أو في صعدة أو في أيضا في بعض قلاع تعز. إذن هذا الأسلوب هو أسلوب يعني متجذر في الحركة الهاشمية الزيدية السياسية منذ القدم، وجماعة الحوثي نفس الأسلوب يعني تمارسه اليوم. جماعة الحوثي من خلال هذا الملف ماذا تريد تقول للشعب اليمني؟ أن الآن هناك ابتزاز، يقوموا بخطف أشخاص في الطرقات، يقوموا بخطف هؤلاء الأشخاص ثم يتواصلون مع أسرته. كم بعد تدفعوا؟ مليون، 2 مليون، 3 مليون، كثير
من يترزقون كوساطات يعني. والله وحتى الآن نفس الأسلوب نفس الأسلوب. إذا نحن أمام أسلوب يعني متجذر وثقافة دخيلة على المجتمع اليمني، ولا بد من مواجهتها، ولا بد من مواجهتها يعني بقوانين صارمة في عندما نقوم. إذا سأعود إليك دكتور في مسألة هؤلاء الرهائن وكيف يتم استخدامهم. بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. اهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. اهلا بك. اذا نتابع اتفاق عماني مع ميليشيا الحوثي لتمكين اللواء محمود الصبيحي بالتواصل مع اسرته. استاذ مختار، هل نجحت عمان فيما فشل فيه الجميع؟ انا اعتقد ان سلطنه عمان لثقلها ولمكانتها وايضا لانها ايضا يعني كانت في الحياد منذ بدايه الازمه في اليمن، لذلك استطاعت ان تنجح ليس في معرفه فقط مصير اللواء محمود الصبيحي الذي منذ ان تم اختطافه ومنذ ان وقع اسيرا بيد الميليشيات لم يستطع لا المجلس الدولي السابق ولا اللاحق ان يعرف بس مجرد هل هو ما زال على قيد الحياه او انه قد تم تصفيته الى جوار رفيقه اللواء ناصر منصور هادي شقيق رئيس الجمهوريه واللواء تلك الرجل. بالتالي هذا يعتبر انجاز كبير لسلطنه عمان التي نوجه لها الشكر الكبير على يعني ما قامت به وتقوم به في اليمن من موقف ايجابي وموقف انساني. هذا الموقف طبعا يضاف الى المواقف السابقه التي قامت بها سلطنه عمان من يعني اخراج بعض الذين كانوا مختطفين، ولعل اخرهم أسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبعض الأسرى الآخرين، وهناك طبعا جنسيات أخرى وليس فقط عربية، هناك أمريكان وهناك فرنسيين وكثير ممن نجحت سلطنة عمان الإفراج عنهم. نعم، إذا هل الحكومة مطلعة على هذه الوساطات العمانية يعني الحوثية أيضا التي تحدث؟ بالنسبة لموضوع اللواء محمود الصبيحي ليست هناك معلومات أن الحكومة يعني طلبت بشكل رسمي من سلطنة عمان، لكن حسب مقربين من اللواء محمود الصبيحي فهي كانت يعني الطلب جاء يعني بشكل خاص من قبائل وشخصيات كبيرة في اليمن ومن قبيلة الصبيحة في لحج. أما بالنسبة الاخرين الذين تم اطلاق سراحهم، هناك طبعا تنسيق في اداره التحالف العربي وهو الذي يمنح الطائرات العمانيه للذهاب الى صنعاء، بالتالي هناك تنسيق في كثير من تم اطلاق سراحهم وكانوا لدى ميليشيات الحوثي. نعم، شكرا جزيلا لك مختار الرحبي مستشار وزاره الاعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وعوده اليك استاذ الدكتور عادل، فعلا يعني كما تحدث الاستاذ مختار هناك وساطات من قبيله الصبيحة لأجل اللواء الصبيحي، ونحن نتحدث عن يعني مسألة استخدام هؤلاء المختطفين كرهائن لأجل مفاوضات سياسية. هؤلاء الرهائن دكتور يعني استمرار التعامل مع اليمنيين بهذا الأسلوب كرهينة لا يمتلك من حقوق شيء، نود أن نعرف يعني أين المجتمع الدولي من هذا التصرف لا يليق مع إنسان، وأيضا يعني المدافعين عن حقوق الإنسان أين هم في مسألة المقايضة ومسألة الابتزاز لأجل مصالح سياسية برهائن. نحن نأسف من الموقف السلبي للمجتمع الدولي وعلى وجه التحديد الدول دائمة العضوية التي ترعى يعني الحوار السياسي والتي أصدرت قرار دولي في العام 2015 وهو القرار 2216 أنها لم تقوم بواجبها من خلال الضغط على الميليشيات الحوثية، وهناك تواطؤ، ويمكن القول بأن هناك تواطؤ من قبل المنظمات الدولية مع جماعة الحوثي، ولا ننسى أن هناك لوبي من جماعة الحوثي وهناك لوبي يعني يشتغل في أماكن صنع القرار الدولي وأيضا في المنظمات الدولية التابعة لحقوق الإنسان، هناك لوبي من جماعة الحوثي لوبي هاشمي يشتغل يعني لصالح جماعة الحوثي.
صحيح أن المنظمات الدولية يعني بما فيها العفو الدولي وبما فيها منظمات أخرى قد كشفت عن الجرائم التي ترتكب بحق السجناء يعني وبحق المختطفين قسريا في سجون جماعة الحوثي، ولكن لا نريد، نحن نعرف أن هناك ضحايا وأن هناك يعني مختطفين قسريا، نريد أن نرى يعني نريد أن نرى عمل على أرض الواقع، نريد أن نرى المنظمات الدولية التي هي لا زالت تمارس أعمالها داخل العاصمة اليمنية صنعاء أن تقول لجماعة الحوثي لابد أن تفكوا يعني أن تطلعونا على ما الذي يجري داخل هذه السجون السرية. هناك سجون سرية مظلمة. نحن نؤكد بأن هذه السياسة لجماعة الحوثي هي سياسة ميليشياوية، هدفها الأول هو ابتزاز سياسي ومادي. مثلا على سبيل المثال، عندما كان يعني في النظام السابق كانت هناك ميليشيات تتبع تنظيم القاعدة، كانت تختطف يعني بعض الأسرى من الغرب من ألمانيا أو فرنسا، ثم يقوم يحاورون النظام اليمني على الرئيس الراحل صالح ويقوم بدفع الجزية لهؤلاء لهذه الميليشيات أو لهذه الجماعات الإرهابية ويطلقون سراحهم. نفس الأسلوب ونفس السيناريو تمارس جماعة الحوثي، هي جماعة ميليشياوية انقلابية متمردة لا تعترف بحقوق الإنسان ولا تعترف بحقوق اليمنيين ولا تحترم الأعراف والقوانين الدولية ولا تحترم دستور البلاد، وهي تتصرف كعصابة سلب ونهب ولا ينفع معها إلا لغة العنف ولغة القوة. ونحن نطالب التحالف العربي أن يسمح للحكومة الشرعية بأن تستمر في العمليات العسكرية كي تقوم بفك يعني الحصار عن هؤلاء الأسرى. هناك جرائم ترتكب بحق الأبرياء، هناك جرائم بشعة، هناك تعذيب بشع داخل السجون السرية لجماعة الحوثي. جماعة الحوثي الآن تمارس أبشع الصور يعني أبشع الجرائم. هناك يعني نفس الأسلوب الذي يمارسه نظام بشار الأسد في السجون السرية التابعة له تمارس جماعة الحوثي، نفس السيناريو نفس الأسلوب الذي تمارسه يعني ميليشيات حزب الله في جنوب لبنان ضد الأسرى والمعتقلين تمارس جماعة الحوثي. هناك أعمال قذرة يعني ضد الأبرياء في سجون جماعة الحوثي. نحن نطالب المجتمع الدولي ونطالب مجلس الدول الإقليمية ونطالب الحكومة الشرعية بأن يوضحوا للعالم ما الذي يجري في داخل السجون السرية. هناك أكثر من 200 سجن سري لجماعة الحوثي، ما الذي يجري في السجون؟ حتى البعض منهم لا يعرف أين أبنائهم وأين يعني أهاليهم داخل سجون الحوثي وجماعة الحوثي وكأن الأمر لا يعنيها. هناك غطاء إقليمي ودولي يساعد جماعة الحوثي أن تستمر في غيها وفي جرائمها ضد الشعب اليمني. للأسف الشديد هناك صراع إقليمي وصراع دولي، ونحن الضحايا وأبناء شعبنا هم الضحايا لهذه السيناريوهات أو لهذه التجاذبات السياسية بين في المجتمع الدولي والإقليمي. نعم، إذن يعني أولاد صالح تم الإفراج عنهم، وهناك أحاديث بأنه دفعت مبالغ مهولة لأجل الإفراج عنهم، هل يعقل أن يدفع مثل هذا يعني الرقم لكي يفرج عن سجناء؟ إذن لو يعني تحدثنا عن مصير البقية إذا دفع مثل هذا الرقم لسجناء يعني مع شخص يعني أو أبناء شخص لم يكن خصمهم في البداية، كيف يمكن أن نتحدث عن محمد قحطان وأيضا الصبيحي وغيرهم كثر؟ من الذي سيدفع للأبرياء؟ هناك أبرياء لا يجد نقوص يومهم لأسرهم، من الذي سيدفع لهم؟ لا أحد. للأسف الأبرياء هم الضحايا في كل في يعني على يعني مدى الصراع السياسي في اليمن، يعني كان الأبرياء هم الضحايا. لا يعني لا نستبعد كل شيء وارد بأن جماعة الحوثي استلمت مبالغ مقابل الإفراج عن أبناء الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ولكن ينبغي أن نعرف جيدا أنه هناك تدخل، كان هناك يعني تدخلات من قبل مكتب السلطان قابوس بن سعيد وضغطت على جماعة الحوثي، وهناك شخصيات سياسية وقيادية في المؤتمر الشعبي العام في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام لا زالوا يقيموا في العاصمة مسقط ولديهم يعني امتيازات من قبل مكتب السلطان قابوس بن سعيد، وقاموا يعني برفع هذا الملف للسلطان قابوس وهو بدوره تدخل لدى جماعة الحوثي وقبلت. يعني الذي أفرج عن أبناء الرئيس الراحل صالح هو النظام سلطنة عمان، وهو من تدخل وأفرج عنهم. قد ربما يكون هناك صفقة سرية لا نعلم، لكن هذه المبالغ لا نعرف الحقيقة ما الذي كان يدار داخل الغرف المغلقة، لكنني أؤكد أن جماعة الحوثي استلمت مبالغ مالية وأنها الآن تقوم بابتزاز حتى في النقاط التي مثلا الآن النقاط ما بين صنعاء حتى تدخل إلى مأرب ما بين ذمار، ويقوم باختطاف شخص ثم إذا تواصلت أسرته يعني بعد أسبوع وكذا كم بدفعوا؟ مليونين. إذا الشخص وجد أسرته يعني ما شاء الله غنية قالوا شيء 3 مليون، وإذا وجدوا ما أحد سأل عنه وهو بريء بعد 20 يوم شهر يطرقوه. هذا ما تقوم بجماعة الحوثي، جماعة ميليشياوية مسلحة انقلابية، جماعة سلب ونهب لا تعترف بشيء. إذن
نحن نأسف مرة أخرى ونطالب نطالب نطالب حكومتنا الشرعية بأن تقوم بدور أكبر، بأن وزارة حقوق الإنسان أن تقوم بواجبتها الأخلاقية والوطنية تجاه السجناء. يعني بالله عليك منظمة أهلية يمنية رابطة أمهات المختطفين فقط تتابع هذا الأسلوب، يعني امرأة وبعض النساء يتابعن هذا يعني قضية الأسرى والمعتقلين، أين دور الحكومة الشرعية؟ لا نريد وزير أن يغرد في تويتر يعني اجتمعنا اليوم داخل كذا واجتمعنا في هنا واجتمعنا في هنا، نريد أن نرى يعني عمل على أرض الواقع، نريد أن تكشفوا هذه الجرائم للمجتمع الدولي، أن توضحوا للمبعوث الدولي. هو ملف ليس بسهل، يعني ملف قوي كان يمكن الضغط به أمام المجتمع الدولي بوضوح، لكنها لم تستغل هذا الملف، بينما استغلت جماعة الحوثي. نعم، لماذا استغلت لم يتم استغلاله؟ لأنها حكومة فاشلة استغلت جماعة الحوثي هذا الظرف. فالآن جماعة الحوثي كلما فقرت وكلما قلت الميزانية أظهرت شخصية وابتزاز مالي وابتزاز أخلاقي وابتزاز سياسي، ونجحت في سياستها باعتبارها جماعة ميليشاوية، لكنها نجحت في ابتزاز المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، بينما فشلت الحكومة الشرعية اليمنية وهي صاحبة، والحكومة الشرعية صاحبة حق وهي صاحبة شرعية وهي صاحبة يعني الدستور وصاحبة قانون. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن برمان المحامي والناشط الحقوقي من ميتشيغان. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. إذن كما تتابع أستاذ عبد الرحمن، كيف تعاطى المجتمع الدولي مع ملف المختطفين والمخفيين قسرا؟ حقيقة هذه القضية هي قضية إنسانية يعني من كل الأركان ومن كل الجهات، لكن للأسف الشديد هذه ضاعت وسط سعة الانتهاكات التي ارتكبت من قبل جماعة الحوثي بشكل عام، وأيضا في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل الشرعية ومن قبل التحالف. قضية المعتقلين لم تلاقي حقها حتى هذه اللحظة، هناك تغاضي كبير من قبل المجتمع الدولي ومن قبل أيضا المنظمات الحقوقية، ويعني على حجم المأساة، لأني أعتقد أنها مأساة واسعة، هناك أعداد كبيرة جدا من المعتقلين تم إخفائهم ولم يتم الإعلان عنهم، وحتى أسرهم لم تبلغ عنهم بسبب ما تكون بجماعة الحوثي من تخويف وتهديد لهم. اليوم تم اعتقال 20 صحفي من في فندق في احدى الفنادق في صنعاء، وتم الافراج عنهم، وبقي تقريبا صحفيين اثنين الى قبل قليل حسب ما تواصلنا انه لم يفرج عنهم. يعني في كل لحظه وفي كل وقت هناك اعتقالات واسعه تتم، وايضا الاعتقالات تمارس معها عمليه يعني تعذيب، عمليه اهتزاز، يعني الى وصل الحال الى انه بعض الاسر تقول نحن اشترينا ابنائنا بفلوس عندما يخرجوا. حتى في عمليه التبادل هناك عمليات تبادل تمت، وقام الاهالي حتى يقبل الحوثيين بالتبادل دفعوا مبالغ كبيره، وانا مطلع على بعض هذه القضايا. نعم، اذا برايك لماذا خفتت دعوات الافراج عن هؤلاء المختطفين سواء السياسيين او النشطاء والاناس العاديين حتى؟ حقيقه يعني هو يعني لا ادري بشكل عام ما هي الاسباب التي جعلت المجتمع اصبح او المجتمع الدولي والمنظمات أصبحت تتعامل بألا مبالاه مع هذه القضية، على الرغم منها مأساة عندما نسمع انه 127 مختطف ماتوا تحت التعذيب، هذه كارثة يعني كبيرة جدا. يعني نعد في عملية اعتقال فقط، نحن نواجه يعني المعتقلين يواجهوا الموت، المعتقلين يواجهوا التجويع، ومع ذلك نحن نرى انه هناك شبه صم الآذان، واذا كان هناك يعني من بيانات او تقارير للمنظمات هي تكون ضعيفة جدا ولم تصل إلى حجم المأساة التي يعانيها المعتقلين وأيضا تعانيها أسرهم وأطفالهم في كل ربوع اليمن. نعم، إذن هناك من يتساءل أستاذ عبد الرحمن، طالما وأن الوساطة العمانية نجحت في الإفراج عن بعض المختطفين وأيضا ليس حتى يمنيين وهناك أيضا أجانب، وسمحت استطاعت أن تجعل الحوثيين يسمحوا للصبيحي بالتواصل مع ذويه، لما لا يتم يعني الاستعانة بسلطنة عمان لأجل هذا الملف طالما أن لديها علاقة طيبة مع جميع الأطراف؟ نعم، سلطنة عمان تلاقي احترام كبير من كل الأطراف اليمنية، ونحن يعني نتوقع لها دور كبير إن شاء الله في هذا الملف. ويعني اليوم كنا نتواصل مع رابطة أمهات المعتقلين حول هذا الموضوع وحول كيف يمكن الاستفادة واللجوء إلى سلطنة عمان من أجل يعني ممارسة الضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
الذي مر على بعضهم في العام الرابع. وهناك ايضا المأساة الكبرى هي المخفين جسريا. حتى الان هناك يعني مئات الاشخاص لا زال مصيرهم مجهول، لم يعرف مصيرهم حتى الان منذ سقوط صنعاء بعضهم، وحتى اليوم يعني هناك معتقلين كثير مصيرهم مجهول، وهؤلاء هم المخفين جسريا والمنسيين. ربما كثير من اللي موجودين في السجون تصل صوتهم، تسر رسائلهم، قصائدهم، اهاليهم يزوروهم وينقلوا لنا واقعهم، نسمع آلامهم وأنينهم، لكن المخفين جسريا لا احد يسمع الى سرهم ولا احد يسال عنهم، وهذه اعتقد هي المأساه الاكبر في قضيه المعتقلين. نعم. اعتقد انه الدور العماني يعني اذا ما تدخلت عمان سيكون لها دور في يعني اقل شيء التخفيف من هذه المأساه والافراج عن اكبر عدد من المعتقلين ممكن. نعم، اذا شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان، كنت معنا عبر الهاتف من ميشيغان. وعوده اليك استاذ دكتور عادل. دكتور عادل، يعني عشرات الصحفيين وسجناء الراي والذين يتزايدون يعني كما نتابع يوما بعد يوم، إلى متى سيظل الوضع بهذا الشكل؟ يعني هذا إذا ما تحدثنا عن أناس كل ربما يعني ذنبهم أنهم حملة أقلام أو متحدثون ونشطاء. إذا لم يتم هزيمة الميليشيات المسلحة الإنقلابية فسيستمر الموضوع، لأن هذه الميليشيات كلما انكشف يعني جرائمها بالقلم أو حتى يعني بالكلمة أو عبر وسائل الإعلام فمن الطبيعي أن تقوم يعني باختطافه. الآن لدينا ميليشيات مسلحة تسيطر، مغتصبة للسلطة، تسيطر على البلاد بقوة الحديد والنار، حولت البلد إلى جغرافيا كارثية، حولت البلد إلى سجن مفتوح وسجن مغلق داخل هذا السجن المفتوح. هذه الميليشيات لا تؤمن بحقوق الآخرين ولا أين الصحافة، دور الصحافة في صنعاء؟ لم يعد هناك صحافة يعني بالمفتوح، لم يعد هناك حتى يعني هؤلاء الذين دخلوا وقاموا بمؤتمر، هؤلاء مخطئون عندما اجتمعوا داخل قاعة وقاموا يعني بمؤتمر أو بعقد ندوة داخل العاصمة اليمنية صنعاء. أنتم الآن قمتم بعقد هذه اللجنة وسط وحوش بشرية، وحوش بشرية لا تؤمن بالرأي والرأي الآخر. أنتم الآن قمتم بندوة يعني بعقد ندوة وسط يعني أناس يمكن أن نصفهم بأنهم وحوش في هيئة بشر، لا يؤمنون بالآخر ولا يؤمنون بحق الرأي ولا يؤمنون بالصحفيين، وبالتالي من الطبيعي أن تستمر جماعة الحوثي في اختطاف الأبرياء وفي سياسة القمع والتعذيب والقهر. خاصة أن لا أحد يقول لها توقفي، يعني لا أحد يعني يتخذ موقف جاد مع كل ما تحدثه في المناطق التي تسيطر عليها. طبعا المجتمع اليمني سيتحرك ضد جماعة الحوثي. يعني الآن لو لم يكن هناك يعني قمع من قبل جماعة الحوثي، نحن نعرف جيدا أن الإمامة من عام 1918 حتى العام 1962 كانت تقوم يعني بسجن أبناء القبائل وتعذيبهم، ثم بعد ذلك اجتمعت القبائل اليمنية في شمال اليمن وقامت بثورة يعني، وأبناء الحركة الوطنية وقاموا بثورة ضد الإمامة ولقنوها دروس في الأخلاق والأدب بما جاء ذلك. جماعة الحوثي ستلقى نفس السيناريو الذي يعني واجهته الإمامة في السابق في 1962. نحن الآن أمام عصابة ونسنا أمام يعني سلطة أمر واقع، أمام عصابة ميليشاوية تتبع يعني الطبقة الزيدية الهاشمية، تؤمن بحقها لله في الحكم، تريد أن تقتصب السلطة وأيضا تقتصب الدولة، وستستمر في غيها وفي جرائمها البشعة ضد الإنسانية إذا لم يكن هناك رادع يعني عسكري يردعها ويوقفها عند حدها. نحن نطالب الأشقاء في التحالف العربي بأن يسمحوا للحكومة اليمنية بأن تقوم بدورها وأن يدعم الجيش الوطني الشرعي لاقتحام العاصمة اليمنية صنعاء لتحريرها من هذه الميليشيات الإنقلابية. نعم، سؤال أخير في دقيقة أرجو أن تجاوبني عليه، ألا يعد التواصل بالصبيحي باب أمل يمكن للحكومة طرقه لأجل بقية المختطفين؟ نحن لا نملك أي خيار آخر سوى الأمل، هذا ما تبقى لنا، لا نملك أي خيار آخر سوى الأمل. ونحن نطالب الأشقاء في دول الخليج بأن يسمحوا لسلطنة عمان بأن تقوم بدورها الأخلاقي باعتبار هذه القضية قضية إنسانية، وأنا متأكد فأنه في حال إذا سمح لها بأن تقوم بدور الوساطة بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيات جماعة الحوثي في هذا الملف على وجه التحديد فستنجح وستخرج أكبر قدر من السجناء والأبرياء من سجون جماعة الحوثي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك. شكرا. الكاتب والباحث دكتور عادل دشيلة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.